طيب خلينا نشوف بعض الأخبار اللي بتتعلق بالنادي الأهلي على السوشيال ميديا، وأكيد الحديث كله في هذه الساعات عن مباراة الأهلي والرجاء، فبالتالي مفيش كلام. أنا كنت حابب النهارده آخد طبعا ترند محلي، أتكلم في الجوانب المحلية، لكن الأمور الأخبار قليلة شوية لأن الاهتمام كله منصب على مباراة الأهلي والرجاء، لكن عندي أخبار عالمية مهمة هنتكلم فيها طبعا، ده أمر غاية في الأهمية يعني. لكن في نفس الوقت لما نيجي نبتدي مثلا في الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي على السوشيال ميديا، فالبعض بيتوقع التشكيل زي ما حضراتكم شايفين كده، يلا كوره، بيقولوا ان هيكون في تغيير وحيد والكهرباء هو اللي هيقود الهجوم. وتشكيل الاهلي المتوقع لمباراه الرجاء بدوري الابطال كالاتي: في حراسه المرمى محمد الشناوي، ما فيش غبار على كده، في خط الدفاع علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني، طبقا لتوقع مين؟ زي ما حضراتكم شايفين كده، توقع موقع يلا كور. وبالتالي حتى هذه اللحظه ولحد ما احنا بنقرا التشكيل كده مفيش اي تغييرات. طيب خلينا نخش على اللي بعد. اليو ديانج، لا مش ده، نرجع. ايوه نرجع للخبر اللي قبليه. لسه ما كملتش التشكيل. ايوه الله ينور. في خط النص هيكون موجود مين؟ اليو ديانج، حمدي فتحي، ومروان عطيه، ثلاثي قوي. هو التغيير الوحيد وده منطقي جدا، هو بسبب غياب عمرو السوليه بسبب الاصابه وما سافرش مع الفرقه للمغرب، فبالتالي ميزه النادي الاهلي في وسط الملعب ان هو عنده وفره عدديه مميزه وكلهم لعيبه اكفاء. لما هتيجي تتكلم على اليو ديانج، تيجي تتكلم على حمدي فتحي، تيجي تتكلم على مروان عطيه، ما شاء الله عليه بصراحه يعني، بصراحه. وحمدي فتحي كمان حاجه جامده، واليو ديانج حاجه جامده، فبالتالي ده نص ملعب ما شاء الله جيد، وهو ده التشكيل الاقرب بالمناسبه. تيجي تخش في الجانب الامامي للفريق، حسين الشحات اللي بيتوهج جدا، وايضا بيرسي تاو اللي ماشي بشكل مميز، وايضا محمود عبد المنعم كهربا احد هدافي الفريق هذا الموسم. فده التشكيل المتوقع للنادي الاهلي من خلال موقع مين؟ يلا كور. يلا اللي بعده كورة بلس. كورة بلس بيتكلموا على التشكيل المتوقع ايضا، وده على فكره طبيعي. انت دلوقتي لما تيجي بقى تعمل ايه؟ تيجي تتكلم على ماتش الاهلي والرجاء، فهو اهم ماتش في اليوم بالنسبه لكل جماهير الكره المصريه، لان كل الجماهير بمختلف انتماءاتها هتتابع هذه المباراه. فبالتالي الاهلي النهارده هيلعب مع مين؟ مع الرجاء. فبالتالي التشكيل المتوقع الناس كلها بتقعد تتوقع التشكيل، وده طبيعي ومنطقي للغايه، بخلاف ان احنا نفسنا سالنا حضراتكم، احنا منتظرين تفاعلكم معانا وتقولوا لنا توقعاتكم لتشكيل المباراة. وهناخد طبعا زي ما انتم متعودين دايما التوقعات في الجزء الاخير من الحلقة. فكرة بلس قال لك ايه؟ قال لك في حراسة المرمى محمد الشناوي، علي معلول في خط الدفاع كظهير ايسر، احد ابرز اللاعبين في الحقيقة. محمد عبد المنعم ما شاء الله من اللاعبين اللي انا على المستوى الشخصي بصنفهم من ضمن اللاعبين الافضل، لو استمر في هذا المستوى هيكون من افضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية في هذا المركز، دي وجهة نظري. محمود متولي هيجاور محمد عبد المنعم، محمد هاني هيكون باك رايت، في نص الملعب حمدي فتحي، مروان عطيه، اليو ديانج، وفي الخط الامامي حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود كهربا. واضح ان في اجماع يا جماعه على ايه؟ على هذا التشكيل. خلينا نترقب، خلي بالك ربما يكون في مفاجاه من كولر، كل شيء وارد من قبل المدير الفني للنادي الاهلي. خش على اللي بعده. حساب كورة 11 كتب، قال لك ايه؟ بجانب بطاقة التأهل، النادي الأهلي يضع عينيه على رقم قياسي غير مسبوق ويسعى إلى تحقيق أو يسعى إلى تحقيقه على حساب مين؟ الرجاء المغربي الليلة في مباراة محمد الخامس بعد غيابه لمدة 24 عام. طيب ايه الرقم ده؟ قال لك يتطلع ممثل مصر لتحقيق أول فوز في تاريخه على الرجاء في المغرب. الأهلي ما فازش على الرجاء في المغرب ولا مرة قبل كده. بيقول لك حيث لم ينجح المارد الأحمر في تحقيق ذلك من قبل منذ أول مباراة إفريقية جمعت بين الفريقين عام إيه؟ عام 99. لكن الأهلي فاز على الرجاء في استاد القاهرة وفي القاهرة بشكل عام، لأن الأهلي لعب مع الرجاء. أنا فاكر جون لمحمد شوقي كان حلو قوي من تصويبه كده، كان الماتش بيتلعب في استاد المقاولين، وايضا كان في بطوله دوري ابطال افريقيا يعني. الجيل الذهبي، فاكرين الجيل الذهبي ده يا جماعه اللي كان فيه نجوم؟ يا نهار ابيض، لما تيجي كده تتكلم عن نجوم الجيل الذهبي فهات كده مثلا من ورا يعني من حراسه المرمى. طبعا كان في
عصام الحضري في الفترة اللي أنا بتكلم عليها، كان في طبعا كابتن محمد بركات، كان في طبعا الكابتن سيد معوض بس كان لسه ما جاش النادي الأهلي، بس كان في طبعا الله يرحمه الكابتن محمد عبد الوهاب، كان في طبعا عماد، كابتن عماد النحاس، الكابتن وائل جمعه، تيجي تتكلم على الكابتن محمد شوقي، تيجي تتكلم على كابتن عماد متعب، الكابتن ابو تريكه، على في اسماء تقيله قوي قوي بصراحه كانت في الجيل ده. طيب تعال نخش على اللي بعده. قال لك حساب يلا كوره وبيتكلم عن الارقام، الارقام واللي بتتعلق بمواجهات الفرقتين والاحصائيات. 9 مباريات جمعت الفريقين في دوري ابطال افريقيا، فاز الاهلي في 3 مباريات، فاز الرجاء في 2، التعادل في 4 مباريات. الاهلي جاب كام جون باخر ماتش ده؟ جاب 12 هدف والرجاء سجل كام هدف؟ 10 اهداف زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه. الاحصائيات في بعض الاحيان بتبقى مهمه لكن عمرها ما كانت مؤشر عن اي شيء، دي وجهه نظري برضه يعني، لان هي في الاول وفي الاخر بتبقى ارقام طبقا لظروف المباريات يعني، لكن مش مؤشر او مش مقياس ابدا على ان مين هو الاقرب او مين نسبه اكتر في الفوز او مين ممكن ان هو يعني يحسم التاهل، لا كل الحاجات دي عاديه يعني. طيب تعال نروح برضو لاخر خبر هاخده في ترند الاهلي، عايز اتكلم عالمي يعني، موضوع مهم برضو. حساب كوره بلس نشر رسائل كولر للاعبي الاهلي قبل مواجهه الرجاء المغربي بدوري ابطال افريقيا. قال لك كولر قال ايه في الرسائل للاعبين، ده اللي حسب يعني ال 12 يعني. قال لك كولر ركز على الجانب المعنوي والفني لتجهيز اللاعبين للمباراه المرتقبه الليله، وحذر كولر لاعبي الاهلي من الاستهانه بالرجاء المغربي، وده طبعا كلام مظبوط مليار في الميه مليار في الميه، وعدم الالتفات لما يقال عن ازمات وغيابات في معسكر الفريق المغربي قبل اللقاء. كل الحاجات دي يا جماعه مش برضو ما تدكش مؤشر ان فرص الاهلي اعلى، لا ايا كان، ياما فرق بيبقى بما فيهم النادي الاهلي بيمر بظروف صعبه وغيابات وبيكسب، والرجاء مش اسمه قليل، فلازم طبعا لاعبي النادي الاهلي ياخدوا بالهم من مثل هذه الجزئيه. واكد على ان الاهلي او اكد على ان الرجاء بيضم عناصر جيده وده طبيعي، وقال لازم ننسى مباراه الذهاب ونلعب على ان المباراه دي يعني احنا ما عندناش اي افضليه في نتيجه اولى ونركز ومش عايزين اي اخطاء دفاعيه سذجه، تصريحات طبعا منطقيه للغايه.